السلام عليكم بناتي خواتاتي، نتمنى تكونوا مزيانين. هاد النهار عواشركم مبروكه، يدخل علينا هاد الشهر بالصحه والهنا واللي كتمنوه ان شاء الله في حياتكم ووليداتكم. وهاد النهار جيتكم بواحد لاطات او سيترون ولا الكيكه بالحامض، كتجي زوينه وسهله، سهله بزاف بزاف بزاف، اسهل كيكه اللي درتها. نتمنى ديروها وتعجبكم، وشكرا على التعليقات ديالكم، الله يحفظكم ليا. بحال اللي كنقول لكم دائما، اللي مريض الله يشافيه، واللي صحيح الله يخلي له صحيحته. وشكرا بزاف على التعليقات ديالكم، الله يحفظكم ليا، ونهاركم مبروك. باش نصايب لاطات او سيتوغ ولا طارطة الحامض، كنحتاج باكيه ديال ماريا مطحونه والزبده دايبه على حساب اللي تجمع لي العجينه ولا كيكس. عندي هنايا كاس ديال نيسلي وكاس ديال العنبه ديال الحامض معصر. الكيكس ديالنا راني طحنتو، راني طحنت الكيكس ديالنا، غادي ندير له الزبده. غادي نحاول نخلط بيدي، بسم الله. غادي نزيد شوية الزبدة، مازال خص الزبدة، مازال دوك على هاد الحسبة خصنا نص ديال كاس دايب أولا كاس عنبة. طوالي انت راني دهنتها بالزبدة، كيك زيننا راه ولا مزيان بالنسبة للزيت. غادي نديرو في الطاوة وغادي نطيبو في الفران 5 دقايق، غير 5 دقايق. حطاوة شوية عندي كبيرة وعندي وحدة اخرى صغيرة بزاف، دوك مادا بيكم تكون عندكم طاوة شوية صغيرة على هادي. خليوها شويه هكا مرمل، عندي وحده صغيره بزاف وهذه كبيره. الفران راه سخن، غادي ندخل 5 دقائق. غادي نصيبو نديرو الحليب نيسلي حلو مع كاس ديال ليمون. كاس ليمون اللي بغيتو ديرو كاس عنبة ولا كاس كبير على حساب الحموضية اللي تبغيو. غادي نخدم هادشي في الباتو ونرجع معكم.
غادي نخوي الحليب ديالنا والحامض على كيكس، راني طيبته 5 دقائق. انا كنبغيه يكون محمض بزاف، دونك كان عندي على حساب كاس عنبه الليمون، اللي كيبغي داكشي حامض بزاف يعمل كاس كبير. بدلت الطاوه، جاتني اخرى كبيره بزاف. البطاطا ديالنا راه وجدات، غادي نديرها في الثلاجه تبرد ونرجع معكم.